النبي الأمي الذي دعانا إلى دين الملك العلام وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأوصيكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.